أزمة من الليل والدكتور عنده فوق. هي دي أول أزمة له، ده بسبع أرواح. خير يا دكتور؟ الباقية في حياته. لكن ده صحته كانت اتحسنت كتير. دي حاجات بتاعت ربنا. الله يرحمه. ايه دنيا الباقي في حياتكم جميعا يا اخواني، باقي في حياتكم ما باقي الا وجه الله، والله ما باقي الا وجه الله. يلا هنعمل ايه؟ انا عايز بيبس. ايه دنيا، امشي عدل يحتار عدوك فيك، امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالصرم على دماغكم في الاخره. ايه كان امير، كان امير إن شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجة لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقة. إن شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مرة. أمير، كان أمير. يلا ربنا يسامحك. هنعمل إيه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالبلغة القديمة في الآخرة. أنا بقول لكم أهو. يلا. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركة؟ طبعا حوالي 6.5 مليون. 6 مليون جنيه. يا ما انت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا صاحب جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا، المعزه خلصت، سعيكم مشكور. الله يرحمك يا ابو الغطريفي، صحيتني ليه يا ابو عبد الجواد؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا انتبه. بقول ايه يا ابو عبد الجواد؟ هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزه خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشي زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكم في الاخره. كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبرة جامدة. أقل واحد فينا هينوبه 1 مليون جنيه. يا ما أنت كريم يا رب. من بختنا إن ابنه الوحيد مات في فرنسا. أنت بتحلمي. إحنا مش هينوبنا إلا ملاليم. ليه؟ مش إحنا دلوقتي الورثة الشرعيين؟ في نظر القانون إحنا ورثة من بعيد. إحنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من الحواشي. وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومة. يعني بعد التصفية كل واحد مننا هينوبه ملاليم. لا ده ظلم. 6 مليون جنيه يطيروا مننا؟ يطيروا من قدام عينينا عونطة؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ إن ابنه ما يكونش مات. يعني إيه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس، ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش إنه مات علشان مجلس الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال أنا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومه بريال عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومه الانسان مجموعه اوراق، شهاده ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقه شخصيه الى اخره. مظبوط. مادام فريد هرب لما حطوا ابوه تحت الحراسه، وبما انه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب اي واحد
نعمل له الأوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الأوراق دي كلها؟ وإزاي؟ سيبي العملية دي عليا أنا، الفلوس بتعمل المستحيل. أيوة بس دي لعبة خطرة جدا علينا. ولا خطرة ولا حاجة. وحتى لو كانت خطرة، خطرة عليه مش علينا إحنا. لأن المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ أنا موافق. أنا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكاية زي دي؟ موجود. وكل المواصفات منطبقة عليه. غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة. يا شعبان! شعبان! فيه يا متولي؟ أنت عملت إيه يا شعبان؟ عملت إيه فيه؟ وفين الإصلاح مزعبب ولا هدول الواد شعبان؟ وإيه اللي زعببه؟ أنت بتسألني؟ العلم عند الله! ده مسك ضغطة مقباني من هيني ولا هدول الواد شعبان من هيني؟ تعالى معايا. اتفضل. أنت بتحول التحقيق يا سيد وهيتقسم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ البهايم خاسة. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوة. الاباد بيقول كده وانت مسؤوليتك البهايم. طب مش لما تبقوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله بلاش غلبة بقى. لما البند في الميزانية يسمح هتثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمحش. اوه انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ليه ظلم كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي اهو. شعبان مين؟ ابويا عبد الجواد. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. تعالى. شاي ولا مفيش داعي؟ مفيش داعي ولا مجلس العيله عايزك لامر مهم جدا. عيله مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا. تعالى. دي فيها 4 ايام خاص الماهيه تروح كده. ولا يهمك. تعالى بس. تعالى. خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني. قلت ايه؟ ورحمه الغطري في ماني فاهم حاجه. انا عايزك تقول لي الكلام من الاول عشان انا فاهمه تقيل شويه. هتقف قدام الموثق هيقول لك انت فريد تقول له اه والباقي علينا احنا. اقول له اه والباقي عليكم انتم؟ كل حاجه معمول حساب بمنتهى الدقه. انت مش كنت بتدور على 2000 جنيه؟ خلاص هتاخدهم وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات. وبدل ما فلوس الغطرفي بيه اللي كسبها بعرق جبينه وتروح تستنى في العيله. طب هو يعني المبلغ كام؟ انت مالك بقى؟ انا مالي ازاي؟ مش انا اللي هستلمها؟ مش انا اللي هورثها؟ افرض يا ابني اي مبلغ. انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه الباقي مالكش دعوه بيه. ده فلوسنا احنا بقى. ايوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه؟ لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون. وعايزين تدوني 2000 جنيه مش كده؟ لا لا يا عبد الجواد لازم تزودهم شوية. خلاص خليهم 3000 ولا أقول لك 4. لا يا شيخ 4 ده كتير قوي. شوفوا يا إخواني أنا هلعب معاكم اللعبة دي بس آخد نص الورث. انت مجنون؟ لا حرام. وانتوا كمان حرامية. ومن حضر القسمة فليقتسم. لا يفتح الله. يلا ورينا عرض كتافك. خدتكم بعافية. السلام عليكم. تعالى مشفي. سيبيه خليه يغور في 60 داهية. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000. النص. يا ابني ورانا مصاريف كتيرة. النص. طب خليهم 50. النص. لا غرفة 60 داهية بقى. هو ايه اللي يغرف 60 داهية؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاته ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1 نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داهية. ما
شعبان اتمحم الوجود، غيرنا جميع الاوراق، شهاده الميلاد، الفيش والتشبيه، حتى الشهادات الدراسيه شلنا منها صور فريد وحطينا بدلها صورك انت، بحيث بقيت انت فريد الغطريفي. اتفضل ادي بطاقتك يا سي فريد، بس كله لهف. بكون في عونك. المهم يعني كل حاجه اتسبكت يا حبيبي. انا قلت لك قبل كده الانسان قدام الحكومه مجموعه اوراق، وكل اوراقك انت سليم. لو هتدن في مالطا دلوقتي محدش هيصدق غير انك فريد الغطريفي. فريد الغطريفي، فريد الغطريفي. ها يلا بينا. على فين؟ على محكمه اسكندريه. طب مش هلم حاجات الاول؟ حاجاتك ايه يا ابني؟ انت على راي المثل، لا وراك ولا قدامك. يلا تعالى تعالى. يلا يلا على رايك. خارج اسوار السجن. السجن ايه؟ واحنا بنلعب. ما يمكن يكتشفوا التزوير ونروح في ابونتي. تزوير ايه يا استاذ؟ واحنا بتوع تزوير؟ احنا الاصل نفسه. كل الاوراق اللي معانا اوراق فريد نفسه. يلا يلا ما تعطلناش. يلا نشجع بقى. مين فريد الغطريفي؟ ايوه. انا. انت فريد الغطريفي؟ ايوه. انا فريد الغطريفي. معاك بطاقة؟ لا، أيوه معايا البطاقة طبعًا. فين الشهود؟ أنا عبد الجواد محمد الغطريفي. والشاهد التاني؟ بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزة، الشهر جاهز، ومعادنا معاه بكرة. على خير الله. يلا بقى. ما أنت كريم يا رب. قعدت على الأوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وأنتم الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريد بيه ممكن تمضي؟ فريد بيه؟ فريد بيه؟ نعم. ممكن تمضي؟ يما انت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام. على خيرة الله. السلام عليكم. مبروك. السلام ورحمه معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكت عن عني وعن عفيتي، اقبلوهم على عينيكم، ان شاء الله هتشتري بهم شيش تحطوه في عينيكم وتتغمسهم. ده تكون نقطة. السلام عليكم. على فين يا فريد بيه؟ راجع البلد قبل المغرب ما يدى. البلد ده انت اتجننت؟ انت تنسى البلد دي نهائي. ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكم ومعاك 3 مليون جنيه؟ وهي يعني؟ شوف بقى، انا هبني مسجد، هبني مسجد وهعمل مشروع تربية دواجن، وهجيب جمجموسي على معزتين، واعمل اصلاح زراعي خصوصي. نكاتة الوكيل. فريد بيه، بلد صغيرة زي بلدكم، الناس هتلاقي معاك الأموال دي كلها، مش هيستغربوا؟ أيوة طبعًا هيستغربوا. أنت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطبت؟ لا سيبك منها بقى، شوف أنت بقيت فين وهي فين. لا 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 يا نريمان هانم، إلا دي. على كل حال انساها دلوقتي، وبعدين هنلاقيك 100 صرفة وصرفة. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر، القاهرة. هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوة بحد. ايوه بس ما بسش، هو ده عين العقل. وانا يا سيدي هدبر لك عيشة قبها في القاهرة.
انا بيتي موجود وتحت امرك وانا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. بس انتوا هتتخانقوا. شوف انا عن اهلا وسهلا، انا هنزل عند ناريمان هانم لغايه ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس انا عايز اروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش مشوار ساعه الزمن. نوصلك ونستناك. بس اوعى تجيب سيره لحد. ايه انت فاكرنا عبيط؟ عنك. وانت فاكرنا عبيط ولا فاكرنا عبيط؟ ولا فاكرنا عبيط يعني؟ زينب يا زنوبتي. شعبان انت كنت فين؟ ده وكيل الاصلاح سأل عليك وخصم لك 3 ايام وقال الراجل ده ما ينفعش يثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر؟ ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما ايه هايله. ايه تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟ ما هو انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر يعني حرست حالي واروق الاناني واجي لك على طول. مره واحده؟ لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى. مش لاقيين خلوه شقه هنا هنلاقي في مصر. ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا هيسهل. بس انت مفيش دعوه انت. طب بس انا مش فاهمه حاجه خالص. ما هو انا هشرح لك بعدين. بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان زين انا عايز مني الطلب. ايه عايز قشين سلف؟ قشين انت اخرى. امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعه المغربيه وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اذكريني. فوتك بعافيه. مع السلامه يا شعبان. ما تجيبي قبله ساخنه. يوه يا شعبان. طيب فوتك بعافيه يا زين. مع السلامه يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وده شعبان. اهلا 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 سعاده الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي وكنت مدلدل رجلي الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس. عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولا؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفوا بيك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. حد يلبس جرافاته زي دي يا راجل؟ ككرفت في مفاصلك. امشي امشي يا ولد، انت مرفوض. ككرفت في مفاصلك، روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيت، اتفضل البيت بيتك. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي باين عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهورات. خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى وبكره الصبح هاجي لك. اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك. محمد تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح وحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمه؟ لا متشكر، متشكرين قوي. نعم متشكرين قوي قوي قوي. فريد بيه فريد.
حرام عليك كده تبقى راضي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا خايف عليكي تجيلك نزلة برده ولا حاجه تنزل لك اللوز. طب اتفضل اتفضل. اشرب. لا انا ما بشربش الحاجات دي. اشرب دي حاجه بسيطه لفرفشه بس. انا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش طول ما انا جنبك مش هتقلب بغم ابدا. اشرب. ما تقدرش تتصور انا سعيده بيك قد ايه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. ده كباب كباب ده. طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ عينيه كانت زايغه مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي. مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بين الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلو قوي اللحمه دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هيدا اللحمه دي بتلو بتلو. فريد. نعم. انا شايفك مش مستريح في القعده. تحب اشيل لك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ انا مش مستريح قال. انا هدخلك دنيا حقيقيه، هخليك اسعد انسان. انا عايز انام. طيب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمه دي هايله. متلو. تصبحوا على خير يا غادة رشيد، ربنا كتر لنا من لحمكم. حنان. نعم. تيجي نعمل زي بتوع الاسكيمو. بيعملوا ايه؟ بيناموا كل اتنين في كيس. اكيد عندهم ازمة اكياس، لكن احنا الحمد لله كل واحد فينا عنده كيس. طيب تيجي نعمل زي بتوع سنغافورة. بيعملوا ايه دول كمان؟ قبل ما يناموا بيبوسوا بعض من مناخيرهم. بقول لك ايه، تيجي احنا نعمل زي بتوع مصر. بيعملوا ايه؟ بيناموا ويدوا ظهرهم لبعض. بس في مصر مفيش اكياس. بكره يبقى فيه. حق لو فكره الاكياس دي دخلت مصر تبقى مصيبه. كل ست تزعل من جوزها ترمي له كيسه في الشارع. Thank you.
تحبي اطفي لك النور علشان تعرفي تنامي؟ معاك مفتاح يوصل للقمر؟ لا ابدا، هي نفخه واحده بس باقي اللي هي. أملك إيه في الحياة؟ أمل أغتني ويبقى عندي الفلوس زكاية بزكاية، ولاقي بنت الحلال اللي أتجوزها. واخدة بالك من حتة الجواز دي؟ واخدة. ونخلف لنا 12 عيل، وتبقى الحكاية آخر لخبطة. 12؟ حلوتهم كل إجازة وإحنا خارجين نتفسح. كل واحد في عربيته. 12 عربية، ستة قدام وستة ورا. وأنا وصاحبة الاسم والنصيف عربية مكشوفة في النص. والموكب ماشي. والعالم واقفة. والموكب ماشي والعالم تزغرط. والموكب ماشي والعالم تعيط. الله، طب وهيعيطوا ليه بقى؟ عشان لما هيبقى عندي 12 عيل لوحدي محدش في البلد هيلاقي ياكل. استوب هيرا يا عرباجي، استوب هيرا يا علي، استوب هيرا يا علي عوض، استوب يا اخويا. ثانك يو. خير الصوب يا ابو لي. طب اخويا ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو ثانك يو. افخرستو طرابولي. افخرستو. لو كنا عملنا الحركة دي في مصر كان العربجة قطعنا طبعا. بتهيألي هي القهوة دي. فكرك هتلاقي صاحبك اللي بتقول عليه؟ والله إذا لم يكن السيد عزرائيل قد تفضل بزيارته قبلنا يبقى هنلاقيه. وهيقدر يدبر لنا شغل. جرالك إيه؟ لازم يكون عندك ثقة وأنت معايا، يلا. يلا. سلام عليكم يا معلمين. نبي مصطفى بعرة موجود؟ سبيك إنجليزي؟ اتكلم عربي شوية شوية أيفا؟ خرستوفر أبولي. تعرف عني كل حاجة؟ ايه اللي ممكن اعرفه اكتر من كده؟ ما انت كويسة وزي الفل اهو. مش جايز يكون ليا ماضي ما يريحكش. كفاية ان اسمه ماضي عشان انساه. نعيش الحاضر والمستقبل. مستقبلك في انك تلاقي بنت اوروبية غنية تتجوزها. هي دي اللي ممكن تخلي حياتك مستريحة. مش واحدة فقيرة وعلى قد حالها زي حالاتي. الله،
كل شيء ممكن يتباع ونشري الا الحب اللي في القلوب. مره قريت في كتاب ان الغربه والوحده بتخدع القلب وتوهمه بالحب من غير ما يكون موجود. حنان، انا من اول يوم شفتك فيها على المركب حسيت ان كل حاجه فيها متلخبطه. كنت بالنسبه لي نجمه في السماء مسموح لي اشوفها من غير ما اوصلها والمسها، ولما لقيتني جنبك على الارض بقيت اسعد مخلوق في الدنيا. عشان كده ترجيتك انك تقعدي واتمنيت من ربنا انك توافي. وديني قعدت وديني تاني بترجاك انك تتجوزيه، وبرضه بتمنى من ربنا انك انت توافي. الله، ليه الدموع طايه؟ ما انت كمان بتدمعهم. حلو الجواز مش كده؟ ها؟ جواز حلو على فكرة، جواز جميل. الراجل ده زل عندنا. بكرة الصبح ننزل على السفارة ونكتب الكتاب ونعلي الجواب وابعت افرح امي وابويا، وانت كمان تبعت لاهلك وتقولي لهم ربنا وقعني في الواد اللي هو. مش كده امال حيلك؟ هي دي كمان هتاخدها قفش؟ مش قلتلك يا قفش هنا لا تقفش نهاية. الكلام ده عن الدنيا مش عني. النهارده انت دنيتي وكل حياتي. المهم في بكره مش النهارده. بكره هنعمله احنا بايدينا. انا بكفاحي وانت بجمالك ورقه قلبك اللي ملهاش مثيل. وانا كل ما ربنا يفتح عليا بكلمتين تقومي تعيطي؟ انا كده طول عمري كل ما افرح واكون سعيده اعيط. بالطريقه دي بقى هتعيطي طول عمرك لان ناوي اساعدك على طول. قوم يا جميل ده نتاخر ويرفضونا. حنان 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 عزيزي ممدوح، كم كنت أتمنى أن أبني معك الأمال الحلوة التي عشناها، ولكن طريقي غير طريقك وحياتي غير حياتك. مع خطابي مبلغ ضئيل أرجو أن تقبله، ورجائي ألا تبحث عني أو تحاول أن تراني. أنا بالنسبة لك امرأة بالعنوان. الحمد لله على السلام، ألف حمد لله على السلام يا ضنايا. جرى إيه يا أم ممدوح؟ سيبي الواد يستريح شوية. أعمل إيه؟ مش مصدقة إن عشت وشفته داخل عليا من باب تاني. يا حبيبي يا ابني، ده أنت ليك وحشة كبيرة أوي. البيت من غيرك ما كانش له حس. الحمد لله، ربنا كريم. عارف إن إحنا غلابة ومحتاجين له. أيوة يا أخويا، محتاجين له جنبنا يا ضنايا. أما أروح أعمل لكم الشربات. أنا قلبي بيقول لي إن في حاجة كبيرة هي اللي رجعتك. حاجة ايه بس يا بابا؟ والله مش عارف، شايفك كده مهموم وحزين مش زي عوايدك. خلي 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 كلمة ميروح دوخة حبيبي ارمي. لا تعال دوخة حبيبي ارمي. ازيك يا رب؟ ازيك؟ استنى بس خدت استنى اقعد.
مش ماما لما قالت لك رجع. ماما لا دلوقتي ماما انت ليه انت مش قد عمرك؟ ابقى طول عمرك لسانك طويل حتى لما رجعت من اوروبا خسرنا جوز خالتي. يا اخويا سيبك من اوروبا بلا اوروبا بلا وجع دماغ. لكن قول لي ايه اللي رجعك من اوروبا؟ انت ضربت هناك ولا ايه؟ اشتقت لكم يا اخي وحشتوني. اشتقت لنا انت شاتل الفقر يا فاعل. يا اخويا ما تقولش كده على الواد يا ست. سيبيه ابن خالته بيهزر معاه. ولا يهمك انا ما تشيليش هم خالتي، انا من بكره هشغله معايا في مطعم اللوكاندا. انا دلوقتي ليا كلمه هناك تقلب الكوسه بتنجان. انت اتجننت في حالك يا زغلول؟ عايز تشغله جرسون بعد ما خد بكالوريوس التجاره؟ تكونيش فاكره يا خالتي ان ابنك في بلاد بره كان هيشتغل رئيس مجلس اداره ولا امين شرطه اسم الله؟ ده بالكتير معروف يعني، يا بياع جرايد يا غاسله للاطباق. ولو اشتغل في المير ان شاء الله هيبيع هدومه. يوه امال هو خد الشهاده ليه؟ استنى جوز خالتي عشان يتجوز بيها. اصل اهالي بنات بتوع اليومين دول مخهم متاخر 50 سنة لورا. اسمع يا ولد انا مش فاهمه منك حاجه، تعالى بقى خلينا على جنب. اتفضلي يا اخي زيكم تمام. يا اخويا اسمع الله يا حبيبي ربنا يخليك ليا يا رب. سيب الواد بقى احسن اتهالك. وحشني يا اخويا وحشني. ايه انتوا ما عندكوش غير رغي، غير قوام طفايات السجاير بسرعه. حافظ اللي قالك عليه احسن، انت مجنون ودماغه طائق. كل عيش كل عيش. حد يبصبص للزباين كده. افرض المتر شافك وانت بتبحلق في المية كده قوي هيقول لك ايه؟ هي هي مين؟ هي زغلول. تمام اسكت يا اخي، خلي امك تزورك المشايخ ولا تعمل لك زار ولا تعمل لك عجاب ولا حاجه. كل ما تشوف واحده تقول هي هي هي. بقول لك هي زغلول. انت ايه؟ التانيه فقيره وعندها شغلانه على قدها. الحكايه فيها سر، انا راح اكلمها. تعال هات مندوحه كل عيش كل عيش. ايه واقفين ترغوا في الشغل؟ اطلع بالسيرفيس قدامي. اطلع بالسيرفيس. اطلع يلا رب البيض. ده انا ما صدقت شغلتك يا اخي. والنبي يا حاج عشان خاطر الوادي سامحه. بشرفي لن اطالب الا باعدامه. انا المتر اوزوريس ابن منفيس يتعمل فيا ده كله بعد خدمه 19 سنه يا حاج اوزوريس. دي ظروفه الاجتماعيه القاسيه. ظروف ظروف ايه يا استاذ؟ ده انسان مخبول. تصور ان ابوه ساب امه واتجوز واحد غيره. إيه؟ ايوه دي امه قاعده ب 11 عيل يتامى ما لهمش غير ممدوح وربنا.
البلوى ده بيجري على 11 عيل. عيال يتامى فوق بعضيهم كده، يتامى غلابه. وكلهم نيلة زيه؟ ابدا، انت عيال مبروكه، دعوتهم مقبوله، على فوق على طول صواريخ. يا ساتر يا رب. امال انا جاي لك ليه؟ جاي لك عشان احذرك، الواد عتريس اخوه الوصاني اللي تحت التحتاني، لو فاعك دعوه هيبقى حالك من هنا، يجيبوا لك التابوت من هنا. يا ساتر يا رب. خلاص خلاص خلاص، انا هدوس على كرامتي واسامحه، بس على شرط ينزل يشتغل في المطبخ. بس كده ينزل في المنجم، انا هجيبهولك يبوس راسك. يبوس يا عم عفيس. الله، مالك في ايه؟ انت بتقول لي ايه؟ ما منوره ايه؟ مش شايف ليه؟ دي تتحط كده، تعمل سكه كده تحطها على الترابيزه. لا ده انت منحوس بقى. الله يخرب دينك. روح بوس على راس اوزوريس ابن منفيس. انا مش منقول غير لما اعرف ايه حكايتها بالظبط. مالكش دعوه بيها، انا نيابه عنك هتابعها، هعرف خطواتها، هجيب لك عنوانها، هجيب لك قرارها. اتفضل اتفضل. كان يوم اسود، كان يوم اسود يوم ما شفتك. البلد فيها 21 مليون ست، امي ما لقتش غير امك عشان تبقى اختها وانت تبقى ابن خالتي. ما انا منحوس. انت جيت من شويه وقاعد في الضلمه ليه؟ الظروف بتحكم. مالك متضايقه ليه؟ لا معلش، انا عارف الناس اللي انت خرجتي معاهم دول دمهم تقيل. ما تاخدش في بالك، انت عارفه ظروفي. وضعي في المجتمع ما يخلينيش اقدر اظهر كتير في اماكن عامه، وطبعا مش معقوله احبسك في البيت. ما يطوعنيش قلبي. قلبك، قلبك ده بيكره ناس كتير قوي. حنان عزت بينادي العواطف. تعبانه. تعب ده مقانس معاكي من يوم ما رجعتي من السفر يا حنان. وايه دخل السفر في كده؟ مش عارف، مناخيري شم حاجه كده مش عجباني. انت دايما بتشك في كل حاجه، والشك بيعذب. العذاب والتعذيب دي لعبتي انا يا حنان. انا منتظر الجوع. احكم عيب، احكم حرام. يعني كانت بتتسلى بيا. شوف يا ممدوح يا ابني، ولاد الزواج دول لهم هوايات تفلق. انا بكره هعدي عليها وهرمي لها فلوسها في وشها وافهمها يعني ايه كرامه ابن البلد. جدع على، ولو جدع بقى كلها قلمين وشدها من شعرها زي بطل فيلم الشرشيح. فيلم ايه؟ الشرشيح. اي خدمه؟ هو في مقدم هنا ولا ايه؟ ولا انت بتشتغل هنا؟ ايوه. مين يا محبوب؟ واحد يا فندم بيعمل معايا تحليل. انت مين وعاوز ايه؟ ممكن الاول افهم مين سيادتك؟ للمرة التانية بسألك، انت مين وعاوز ايه؟ وانا للمرة التانية والاخيرة بقول لك مين سيادتك. بلاش قلة ادب يا ولد. انت كمل. انا عايز حنان هاني. حنان؟ عايز حنان ليه؟ ده موضوع خاص من ساعة ما كنا مسافرين سوا. مسافرين سوا؟ الحمد لله على السلامة يا ابني، أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا ابني، اتفضل اتفضل. تفضل يا محمود، هات واحد ليمون للاستاذ يبين اللي بيه ريو. ومع الليمون واحد قهوه ماله، يعني فوق المظبوط بشعره عشان الواحد يوزن دماغه. اهلا وسهلا. لا اصل سيادتك شخطت فيها شخطه بره خلت الواحد. لا معلش معلش، على راي المصري بيقولوا لا محبه الا ما بعد عداوه. العداوه ليه يا فندم؟ ربنا ما يجيب عداوه ابدا. لا ان شاء الله ما فيش حاجه. امال حنان هانم فين؟ الحقيقة حنان مش موجود، بس أنا وحنان واحد.
انت والدها بالظبط. برافو. انت انسان ذكي جدا ولماح. انا فعلا والدها. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضل يا اجل. اتفضل. ما يصحش يا عم يعني ايه. لا 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 لا، انت حنان بنتي وانت صديق حنان، تبقى في معزه ابني بالظبط. فندم العفو. عفو عمي. اهلا وسهلا. القهوة بقى يا عمي، القهوة يا ابو حنفي. والله يا عمي سيادتك الحقيقة في منتهى كرم الأخلاق. ميرسي. مع إن اللي يشوفك وأنت بتشخط فيها برا يقول على سعادتك من ضرب اللبانة. ظريف، ظريف أوي. قول لي بقى، احكي لي أنت اتعرفت على حنان إزاي؟ ها؟ هو أنا أصلي يعني قابلتها على المركب. هو انت؟ الله، هو هي قالت لحضرتك؟ حنان بنتي ما تخبيش عني حاجة خالص، ولو اني انا احب اوي اسمع الحكاية دي منك انت تاني. والله يا عمي الحكاية زي ما انت عرفت بالظبط. يعني حنان هانم فهمتني انها بنت فقيرة وعلى قد حالها زي حالاتي. فرحت بيها موت، حبيتها. حبيتها؟ لا، حبيتها جامد. انا اقول لك الحقيقه، حبيتها جامد قوي قوي قوي. قضيت انا وهي اسبوع، كان حته اسبوع، اسعد اسبوع قضيته في حياتي والله يا عم. عارف يا عمي، هي اللي اتمنت انها تكون شريكه حياتي. والله يا عم عظيم، هدف نبيل، جواز ابني نص الدين ومفيش احسن منه. كمل يا ابني، كمل كمل. فجأة بقى هي يا عم اختفت، عشت أيام سودة وهي مش معايا. لغاية ما رجعت بقى وشفتها امبارح صوفة. وشفتها فين بقى؟ شفتها تتعشى امبارح في الأوتيل. وأنت كنت في الأوتيل؟ لا، أنا أصلي بشتغل هناك يعني. هي نعم شغلانة مش قوي، إنما أنا عندي مؤهل جامعي برضه عم. عظيم عظيم، ده أنت نموذج من الشباب المتطور، وانا يعجبني قوي الشباب اللي بالشكل ده. انت قلت لي اسمك ايه بقى؟ اسمي ممدوح يا فندم، ممدوح احمد عبد الرحمن. انعم واكرم يا ممدوح، اهلا وسهلا. وطبعا انت دلوقتي جاي تخطبها مش كده؟ لا لا، اخطب ايه بقى؟ هي فين وانا فين يا عمي؟ هي اصلا كانت ادتني قرشين عشان تساعدني في الغربه، فانا جاي اشدهم لها. وبعدين كنت عايز اقول لها كمان، اي نعم انا فقير بس عندي كرامه وعزه نفس. مش انا مظبوط برضه عامي ولا ايه؟ من حقك، من حقك يا ممدوح. عظيم. انا شخصيا يا ممدوح قلبي اتفتح لك بشكل فظيع. انت بتحبها؟ اكيد بتحبها. أنا عارف بنتي حنان جميلة وتتحب. تعالي يا حنان، تعالي سلمي على ممدوح. معلش يا ابني، أصل البنات دايما كده بتتكسف قدام أبهاتها، لكن لما بتبقى لوحدها بتبقى يا حفيظ يا حفيظ. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنا جاي عشان أرجع لك فلوسك. مبروك، الأستاذ ممدوح خطبك، وأنا شخصياً خدت تليفونه واسمه علشان أبقى أسأل عليه. لا لا، اطمن اطمن يا أستاذ ممدوح جداً، إحنا ما يهمناش الغنى ولا الفلوس ولا، إحنا كل اللي يهمنا الأصل والأصول، ناس طيبين. لا اطمن اطمن أوي يا ممدوح، وأنا هبقى أسأل عليك بطريقتي يا ممدوح. مع السلامة. مبروك، بقالك أبين، أب في مصر الجديدة وأب آخر في الزمالك.
انا مش قلت لك مناخيري شم حاجه انا مش مستريح لها ابدا. ارجوك بلاش تفكيرك يروح بعيد. ويروح بعيد ليه؟ ده شيء واضح وقريب جدا، ده يا دوب اسبوع قضيتوه في حضن بعض. ارجوك كفايه كفايه. والكرامه والعفه والشرف كانوا معايا انا بس. انا ما اسمحلكش تكلمني بالشكل ده. ومين انا استناها عشان يسمعني اتكلم؟ وانا علمتك من زمان اني مفيش صوتي يعني على صوتي ابدا. اتكلمي قولي ايه اللي حصل بينك وبين الولد ده؟ والله ما حصل حاجه، ما حصلش حاجه. كذابه كذابه. زي كل مره ولا هتغير النهارده يا بيه؟ ايوه زي كل مره يا متر. الا قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفه مقطعه بعضها قوي. الحساب من فضلك. 3 4 5 6 جنيه و20 قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه و20 قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس اللي بعطيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك منين؟ لما اقرع ونزهه صحيح. لا 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 لا، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا يعني هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهانم. مش شي بقشيش برضه؟ انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها جناحين؟ لزوم ايه هلات الوقت؟ وقلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت. اهدت زباين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي انا ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس. يا ست بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقلك من نقل الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحكي اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علولي يعني؟ مثلا انا ساكن في الرصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ماجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب بعيده بقى. وانت من اهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجة. انت يا نادل
اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمده عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننة. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. تمام. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ ناموس. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معايا. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجه. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يومياتك النهارده وصلت 13 14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده 14 جنيه. مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل على راي المثل. كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه. هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه قلنا صارمه؟ انا اسمي صارمه يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزمه احسن. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه. ما تسول حكومه ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين. انا بوليس اروح والدك قدام على العربيه اللي بره من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك. اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمه تاني زي دي هعمل لك قضيه غير تسول. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انت فريني؟ ايوه. امال يعني يا خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ امال كانوا فين اللي دول جاية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا دي النحس. لاحظني ان ده موسم. موسم وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا. كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا، خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش معلش. خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كفالته. اتفضل. تشكر اشاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمه. صح
صرمة. ايه؟ صرمة، اسمي صرمة. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمة والصرمة؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ما بنخاف نصرف. نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف. الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين. مش كده؟ هنسيبهم لمين يا عباد؟ صرمة. ايه؟ صرمة. هنسيبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ صرمة. خلاص يا اخي. الله. ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا. على قولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. يحزن. طيب. 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيلن بقشيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكل، انا مستنيه واحد. طيب. ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا اسمكي؟ هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام. دي وقعت ايدي بس، انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاده على الترابيزه معناها الاكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب. اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو الـ الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. طيب. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا. وش هاب؟ تعالوا بالحين، بدكم خيمة ما كده ضعف لكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخرس انا، ما تكلمش المعنانا بالطريقة دي. انت اللي تخرس يا غبي. غريبة، محدش من ايدك. ما تقولش واد. ما تيجي تاخدنا كلامين. مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا ان كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتهدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه تماما، كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامه، تلميذ شغلنا سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعه محترمه تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغله محترمه دي؟ ده الحراميه احسن مننا. على الاقل الحرامي بيسرق عينك ومعروف انه حرامي، لكن احنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصه الكلام ايه دلوقتي؟ خلاصه الكلام بدام اعترفت انكم حراميه ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي؟ انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابة عن كافة الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو. والسلام امانه يا غبي. سيبوه.
عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس انفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. هو مجاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرضه مجاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زيف؟ زفت برضه. مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغير كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ أوه. عجبك الرمية اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحبي من زمان، انا اللي اكتشفتك وما هونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا، وهندي لك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اخو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السما اقرب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى، العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل. انت الحركات دي؟
اهلا اهلا ولا اهلا ولا سهلا. انت خليت فيها اهلانات؟ قال ايه بس فيه ايه؟ لا ما اذا كنت هتعمل لي قمع. لا 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 ده احنا قمع برضه. قال ايه معي وناس ايه؟ مالك واخدني على مشامي كده؟ هو انا عملت حاجه؟ ايه اللي عملت حاجه؟ ايه وعملت حاجه؟ رحت وقلت عدولي وانا يوماتي على الله جايه رايحه على هنا لما لضتني. اوعى تكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي. تسمح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك؟ يا ستي هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم؟ في الشغل يعني، اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني انا بشتغل مستثمر اجنبي. ده مصدر واحد اجنبي. اصلهم دايما يقولوا مستثمر اجنبي. لا يعني انا مستثمر كده على قد حالي. اه يعني زي ما تقول رجل اعمال. ايوه ايوه اعمال حره يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، امال يعني على باب الشعريه. يا بنت الايه دمك زي العسل. اديك حقك وانصرف انا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ اروح شغلي. لا 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 شغلك ايه؟ اقعدي تتغدي. اتغدى؟ لا يا عم حد الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلينها والعه. ولعت ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمل. بكره تكبر يا خدامه حسنين. وانا عايده ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجه. عليا النعمه انت واخدها. انا وانا بقول لك شوف حاجه على شغل حاجه. عليا النعمه ويمين على يمينك لا انت واخدها. ايه انت مش حاجه بقى مش واخد فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى اه عشان تعملها لي حلوه نفس الوانه وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكره. خلاص بكره بكره. إلهي ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر. إلهي ربنا يكرمكم. إلهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة ايجيبشن ماني. يبقى كده انت ايه يا كده زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت ملك انت جرح انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما في زبونه لما يديلك. وانت هتدوق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راح عليه. الله انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشي يا معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا. امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي. تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الله ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة البيت. صباح الخير. صباح النور. الله ربنا يكرمك. نه دولار ايجيبشن ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي. بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. اعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دوالي. 35,000 جنيه للشقة. يا بلاش يا بلاش. 35,000 جنيه للشقة. ألو. أهلا سعادة البيت. أيوة سعادة البيت. مش فاهم الواد أطلع لنا من أنهي مصيبة. وليه أخرجوا من السجن أساسا؟ ده إحنا كنا ضايعين ضايعين. اللي هيجنني ايه اللي جنب الشمع على المغرب؟ كان بيعمل ايه حنكي مع ضابط المباحث؟ حنكي؟ ما كانوش حاملين علينا قنبينا هما الاثنين وكانوا هيتقاسموا في الفلوس. حنكي مش سهل. اسالنا انا عليه. الفلوس لسه في امان مع الواد احمد اخوه.
وتضمن منين يا خيري؟ لو مالي ايده من احمد اخوه كان عملوا طعم يصطادنا بيه وما كناش شفنا خليته من اصله. يبقى لازم نتصرف بسرعه قبل ما يتلام على اخوه ويلعب بدماغه. شوف يا رشاد، لا حنفي ولا مليون واحد زي حنفي هيقدروا يلعبوا بدماغ احمد طول ما معانا كلب الكذاب. مش كده؟ مظبوط يا خيري، معانا البيت يبقى هنبصر بالواد. ما اكدبش عليكم، انا ابتديت اخاف. عشان جبان اللي يخاف الايام دي ما يعيش يا بدوي. ولا ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقكم ما يتفتحش بكلمه واحده. انتوا تسيبوني مني ليه؟ وانا لله في لله ما بقبلهوش. هي كلمه واحده ورد غطاها اللي حولها له. افرض مرضيش. مرضيش؟ ده انا عندي بدل المحامي 10 يوريهم النجوم في عز الضهر. بس يا بابا. بس ايه؟ حنيتي تاني؟ امال احنا جايين هنا ليه؟ عيني عليكي وعلى بختي، قصدي بختك الاسود يا بنتي. انت هتنوحيلي يا خيريه؟ انا ناقصك؟ قلت ايه يا عبد؟ اللي تشوفه يا بابا. اللي تشوفه يا بابا. يا منى من فضلك، شريف هيتاخر اكتر من كده؟ اهدى بس يا عم، على ما تشرب قهوتك يكون جه. مش عايز اشرب حاجه. طب اعمل لك شاي؟ مش عايز شاي. بابا منى مالهاش ذنب. انا بجد. وطي صوتك. ثانيه واحده. شريف اخويا ماله؟ شريف انت بموت. انت قاعد بتستني كده ليه؟ قوم فز وقوم ضرع هتقطم. شريف هو جرى له ايه؟ انت عملت فيه ايه؟ مالك يا شريف رد عليا؟ قلقان عليا يا اختي؟ دلوقتي فوق وترزع على عباد الله زي عواده. روحتي له كوبايه ميه واعملي لي سحله. اتحرك يلا. مش انت شريف؟ موسى اللي بيجري ده. ايه اللي في ايده ده؟ ده بعيد عربيه. ما هي مجانبكم السوداء. انت بتزعل ايه؟ اسمع يا جدع، انت مالكش دعوه بيا خالص. انتوا تبعدوا عني. انا فيهم عليا. وده وقته لما يفوق نبقى نرجع له. فوقي. يلا يا عبله. يلا يا عبله. يلا يا عبله ايه؟ انت راجل انت ما عندكش لا دم ولا نظر. عايزه تهرب وتسيب جوزها في حاله زي دي؟ عبلة بنتي ملهاش اي علاقه بيه. انا كنت جاي هنا اطلعها منه. وطلعها منه ليه؟ طلعها منه ليه؟ عيب والباشا. شريف عمره ما كان لها ولا هي كانت ليه. وانتوا كنتوا تقدروا تحصلوا على طفل واحد زي شريف؟ ولا عشان ربنا ما اداكوا عشان فلوس هتبيعوا تشتروا؟ انت بتمد ايدك عليا يا ولد؟ وافتح دماغي كده. يلا هيموتنا يا موسى. هيموتنا يا موسى. هيموتنا يا موسى. انت جننت ماما. ماما 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 يا عبله. فوقي فوقي ماما ماما. هعبك كده. يلا يا عبله. فوقي فوقي. لسه قاعدين؟ موسى يا موسى موسى. انت بتدور على ايه؟ مفتاح الزفت ده. هو ده؟ سبحان الله، مع اني فتشته 100 مرة. كملي جميلك بقى وفكلي البلوة دي. كده يبقى ضاع. العموم ما تفرقش، لما يصحى اخوكي قولي له ما يقلقش عليا. ها؟ سلام عليكم. انت رايح فين؟ مشوار وراجع. عايزين نبقى نكمل كلامنا بتاع الكره. ها؟ ازيك يا دومان؟
ليك سي حنف. يا ابن مالك بلمت كده ليه؟ زي ما كانش واقف عفريت. لا ابدا، وده معقول؟ الحمد لله على السلامة. ده حتى لو الاستاذ احمد اخوك شافك هيفرح قوي. لا شيء. تشرب شاي معايا؟ ما يضرش. انا فين؟ منى، منى شريف. الحمد لله على السلامة. ارتاح ارتاح. انا ايه اللي جابني هنا؟ حنفي هو اللي جابك امبارح بالليل. وعبلة برضو ما اتصلتش؟ دي جات امبارح هي ومامتها وباباها وحنفي طردهم. طردهم؟ طردهم ازاي؟ يا ريتو طردهم وبس. عمل ايه تاني؟ ده ضرب عم موسى على قفاه. احسن على قفاه. حنفي ده خرج من امبارح بالليل ولسه ما رجعش. خرج؟ يخرب بيتك يا شريف. عمك فين يا جمعه؟ انا رحت له البيت ما لقيتوش. احمد اسم الله عليك احمد. ما اصل ما جاش الورشه من امبارح. بقول لك احمد فين؟ اسمع يا ادم، اقول لك انت عارف ان معزتك عندي معزه احمد اخويا وطول عمره سره معاك. انت لقيه فين؟ ما اعرفش ما اعرفش. انت يا ده لقيه فين؟ الحقوني الحقوني. انت يا ده الوقت بيمر، احمد وضوع هيروح ده هيموتوا. انت يا ابو خلصني. احمد خد لهم الشنطه اللي كنت انا معاه وهيروح يقابلهم. امتى وفين؟ العصريه عند مخزن السكه الحديد. بتعمل ايه تحت البنك؟ ايه هنكون بنعمل ايه يعني تحت البنك؟ وكمان ايه انت عاجبني اغصيبه انت كمان؟ انت رايح فين؟ سيبيني في اللي انا فيه، انا لازم انزل حالا. انا مش ممكن اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. يا منى ارجوكي، انا مستقبلي في خطر. حنفي هرب مني، عارفه ده معناه ايه؟ معناه اني هتقدم لمحاكمه عسكريه. ما تقولش كده يا شريف. اقول اكتر من كده، انا هبقى مسخره وسط زمايلي في الداخليه كلها. انا خلاص ضعت انتهيت. فتحت باب الشقه ازاي؟ ما حبيتش عليكوا وفتحته بطفاشه، في حاجه؟ انت نفسك ايه يا اخي؟ يا مدبخ انت معاك مالي عينك ولا ايه؟ كنت في اهل المصيبه. لا انت سكت العيال. هم فين؟ ما يلا بينا. بالهداوه كل شيء بقى اوان. امتى؟ لا بقى اخد حمام الاول ومنجي نفسي واخرج احكي لك. ها؟ مش هتفتح لي لا؟ شريف فكيه. ما تفك بقى، ما هو قال لك اهو. عايزك تعملي لي فنجان قهوه من ايديك الحلوين بعد ما اخد الدش المتين. اشرب بقى فنجان القهوه من ايديك الحلوه عشان عايزين كمان نبقى نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بنشوفه. تقول لها ايه؟ مين؟ لا ده انا قصدي في موضوع خاص بيني وبينها يعني. مالكش دعوه بيها خالص. هو انت ليه محمود كده؟ يلا خش خد حمامك عشان ادخل بعديك. تقلقش لسه قدامنا وقت. يلا ماشي يا باشا. قدامي قدام على اوضتك. شريف بيه ساكن في انهي دور؟ ايوه كده، من الدور الخامس شقه 53. شكرا. بقالك ساعة في الحمام بتولد؟ وإيه ده؟ لابس البرنس بتاعي؟ طب والله أخرج لكم بالبوص، مش هيبقى التجنود في البيت. طب يلا يلا. يا منى 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 مينو؟ المقدم شريف موجود؟ نقوله مين؟ قال له عبد الخالق ابو العنين.
وصلت الهيئات اللي بقى تفضلوا. التليفون في عطلان ولا ايه؟ ما بيهمكش. المقدم علاء، العميد صالح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، شرفتونا. شابوا ايه؟ انا متهيألي شفت سيادتك قبل كده. احنا اتقابلنا فين؟ انا برضو بشاب على حضرتك. انا متهيألي اتقابلنا في بني سويف، طرى، في ابو زعبل، في الحضره. مش بعيده. انا فعلا كنت بزور بني سويف والحضره وابو زعبل بحكم شغلي لما كنت بفتش على السجون هناك. بس انا شفتك قبل كده هناك. انا اصلي بقى ايه، مش بزور الحتة دي، انا اعتبر مقيم هناك. ايه ده؟ لما اخذت دبانة معلش. مظبوطك يا باشا. مظبوط مظبوط. إيه؟ مظبوط يا ولد. إيه؟ مظبوط. بعدين بقى يا منى. منى منى طبعا. ما هو البواب مبلمه كده ليه؟ اتحرك. ها، واخبار الداخليه ايه؟ عاملين ايه في شغلكم يعني؟ ما بتقولوش انتوا اليومين دول. انا متاكد اني شفتك قبل كده، بس فين فين؟ حد يفكرني. خلاص عاديش غير دماغك. ليه؟ شفتني ولا ما شفتنيش؟ ادي احنا اتقابلنا وخلاص. انت تعرف لشريف؟ هو زي ما تقول كده احنا نسايب، بس اكتر من الاخوان. يا ابني كفايه بقى. اصلا دي فانا نزل قوي. يا ابني احمد احمد شويه. طب انا ايه؟ قلنا خلاص خلاص يا ابني خلاص. اعمل معروف سبب حلقه. ارحمها وارحمنا. باين عليه مجنون يا فندم. ده مش مجنون، ده اكيد مجنون. بس الدبان مطلوب. ده ايه اللي عندك؟ ايه؟ اثبت. اهو اثبت عندك. الله يخرب بيتك. خير خير باذن الله. في دبانة تانية على كتفك يا باشا. شريف فين؟ ستيو؟ مين المجنون ده؟ ايه؟ هو عمل ايه ساعتك؟ ده بهتمنا. انت مين ده؟ ده حرف القبهة ساعتك. وانا بقول شفتك فين قبل كده؟ شفتك فين قبل كده؟ ده يرجع السجن فورا وانا قدرت تعدموه قدموه. ايوه فاضل، بس انا لسه محتاجه. ده اخيرا عرف مكان العيال الهربانين. مش مهم، يرجع السجن فورا يا فندم. ارجوك. خلاص يبقى تخلص مهمتك وتبلغني بيها اول باول، وبعدين تسلمه لي شخصيا شخصيا. يلا تعالى. انت عملت فيهم ايه؟ ان انا كنت بشيلهم الدبان. ازاي يعني كده باشا؟ صلى على النبي يا باشا. محدش باين له اثر يعني. ما ترد يا بني ادم. اما تهمت بقى وده وقته. الحباب كلهم وصلوا. يلا باشا. يلا حمد الله على السلامة. يا احمد ضعف فين؟ في الحفظ والصوت. سلم واستلم. وين يضمني؟ كلمة شرف. حقدك معايا وهتشوفها بعينك. محدش يتحرك مكانك. سبع البرومبا. انت جرالك ايه يا مجنون؟ يعني ما تضيعنيش وتضيع نفسك. انت ضايع ضايع خيري. فلوس لسه مع اخوك. حط ايدك في ايدي نلحقه ونتقسم في الفلوس انا وانت بس. ضاع فين؟
المحروس جوزك بيلعبني، جايب معاك اتنين غفر، فاكر ان هم هيحموك وهيحموكي، بس طلع مخدر. رشاد استنى بره انت وهو عشان دول. تعالي يابا. حنفي انت خرجت من السجن قبل معادك يعني، حسن سن وسلوك ولا ايه؟ ودي تيجي برضو يابا، انتوا بس اللي وحشتوني، قلت اخرج اشقر عليكم وارجع تاني. شغلانه الفرن بقى صعبه عليك، انت بدك راحه. هانت كلها كم شهر ويفكوا الحراسه عن الابعاديه وكم عماره اللي حيلتنا، وساعتها الاشياء هتبقى معدن وما بقاش محتاج للشغل. طب ابتدى يابا اعمل لك ايه؟ ما هو اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. امك وكم اللحم اللي في الاكل دي اعيشهم منين؟ ما انا قلت لك استريح انت وانا الاكل سداد يابا. يا ابني القرش الحرام لا بيدوم ولا بيشبع. خدها سيره وخلينا في المهم. احمد اخويا ليه فين؟ خليت العيال دي امتى؟ بحيث تخلفيهم وانا في السجن. هعمل ايه بقى؟ ما تبصيش حولك انت. ازيكم؟ الف بركه. ازيك يا ابو سعيد؟ ازيك انت حبيبي؟ الحمد لله على السلامه حبيبي، الحمد لله على السلامه. ازيك يا امه؟ مش هتسلم على اخوك احمد؟ عايز مني ايه يا حنفي؟ شنطه فينا يا احمد، الامانه اللي استأمنتك عليها نجوم السماء قرب لك منها يا حنفي. الشنطه دي مربوط عليها حياه واحده، ما لهاش اي ذنب غير انها مراتي، هسلمها لهم عشان اخلصها من ايديهم. تبقى مجنون، انت عارف الشنطه دي فيها قد ايه؟ فوق ال 100,000 دولار ما لهمش صاحب. حتى لو فيها كنوز الدنيا بحالها ما ينزلونيش، انا عايز مراتي. مراتك مش هترجع لك لو سلمت لهم الفلوس، انا هعرف ارجعها. فلوس كتير هتنقلنا كلنا من تحت الارض لسبع سنة. واحد يقول الفلوس فين؟ كلمه يابا، عقله. يا ايه الحكاية يا حبيبي؟ انا اقول لك يابا، قبل ما يدخل السجن فات عليا واداني شنطة مقفولة وقال لي عينها عندك امانة واوعي طلع بني ادم، وانا من الحب ليه شلتها بيه رموش عليا من غير حتى ما اعرف بيها ايه، لكن قلبي كان حاسس ان وراها مصايب، وفي الاخر طلعت الفلوس المسروقه اللي اتسجنوا بسببها. الفلوس دي انا دافع ثمنها، دي مش فلوس لوحدي، دي فلوسنا كلنا. ودوع مراتي اللي خطفوها وحطوا حياتها في كفه وشدت الفلوس في الكفه الثانيه، ما فكرتش فيها. قلت لك مش هقدر امسوها، هما كل همهم الفلوس. فين الفلوس؟ الفلوس فين انت؟ في ايدك على اخوك. يا ابو الفلوس دي بتاعتنا، حقنا، دي اللي سابكم في الدنيا. الله الغني عنها. شعره من راس مرات اخوك بتساوي الدنيا واللي فيها، شيلك عنه. اجري اجري اجري، رجع الفلوس وافدي مراتك، قلت لك اجري. الفلوس سيبني يابا، سيبني. مش هتخرج وراها الا على جتتي. قلت لك سيبني يابا. بتمد ايدك على ابوك يا حنفي. يا
من الهاتف الداعي؟ احنا يا استاذ عبد السلام. اهلا 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 يا الف اهلا ومليون سهلا بعرايسنا الحلوين. اهلا اهلا بيك. ما شاء الله ما شاء الله. احمد جوزي. منور يا احمد بيه. فوزية هانم ماما. مش ممكن. صدقيني بشرفي لولا ثقتي في كلامك لقلت انها اختك، ولولا خايف انك تزعلي لقلت انها اختك الصغيره كمان. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. يا هانم لا شكر على كلمه الحق، وصدقيني لولا خجلي وكسوفي لقلت اضعاف اللي قلته. اه يا منافق يا ابن ال. تفضل. القصر نور والله. ايه لو سمحت؟ القصر ما هو مش مهم انك تكون عايش في بدروم او في عشه او فوق سطوح، المهم انك تكون راضي وسعيد بحياتك، وانا شخصيا بعتبر البدروم ده قصر. راي حضرتك في فلسفه كلها قناعه ورضا مش موجوده عند ناس كتير. ليه مش عايزين ترقيح لو سمحت؟ ايه الطلوعات دي كلها؟ الله، دي عليها توقيعك يا استاذ عبد السلام. اللوحه دي يا فندم اسمها انهم ياكلون البنجر على السلالم. اصل انا فنان متواضع. برافو، تعرف اول ما شفتك قلبي كان حاسس انك فنان عظيم مش انسان عادي. ارجوك يا نوال هانم احسن بحس بالخجل من اي سناء او اطراء. حتى شوفي لون جلدي اتغير ازاي. يا عم تلاقيه متغير من الروماتيزم اللي في البدرون. ظريف قوي يا احمد بيه. انما ايه رايك في لوحاتي؟ والحقيقه استاذ عبد السلام يعني فيها تقلي فيها حاجه. دي بقى يا استاذ عبد السلام حضرتك راسمها بالقشه ولا فرشه بلاط وخالد معجون؟ احمد ايه ده؟ مش هقول رايي بصراحه ولا انت بخش النار يعني. ده اسم حديثي حبيبي، كل واحد يبص له ويتخيل معناه. وايه رايي معاليكي؟ في الحقيقه يا استاذ عبد السلام انا ملياش في الرسم، انما يعني واضح انها كلها حاجات جميله. حلوه دي. حلوه الولاعه دي قوي. اسمحي لي اولع. ولع. لو سمحت بقى يا استاذ عبد السلام اللوحه دي عشان دي قلقاني من اول ما دخلت الحقيقه. دي سيادتك كنت بترسم ايه بالظبط؟ مقلب زباله؟ لا يا استاذ احمد، دي صوره الانسان المعاصر وصراعه مع الايام. عايز اقول فيها ان الزمن لا يمكن يؤثر على شباب الانسان اذا كان عنده اراده. يا سلام. يا سلام. طب ده معقول؟ يعني هجيب واحد عنده 50 سنه زي واحد عنده 30 سنه؟ ممكن جدا، المهم انه يعرف ازاي يعيش عمره. اه انا مثلا ضارب الدنيا 90 برطوسة، بس أهم حاجة عندي إن أنام بالليل مرتاح، وأي مشكلة تقابلني بريك أرميها ورا قفاي. ورا قفاي. ده على كده بقى قفا حضرتك مليان بلاوي. تعرف اللي سيادتك قلته ده ينفع موضوع للوحة عظيمة جميلة؟ الله، راجل واقف وورا قفاه بلاوي الزمن. عارفه يا هانم بطل اللوحه ده يبقى مين؟ الراجل اللي واقف طبعا. البطل الحقيقي للوحه هو القفا. ده احنا ليلتنا فلالي. هنزلكوا راجع على طول. هو راح فين؟ ليه راح يدور على قفا عشان يرسمه. مش كده يا حبيبي، خف على الراجل شويه. انا قلت حاجه؟ يعني نوال بتقصد ان حكايه القفا دي ما كانش يصح انها تتقال. لو انا جبت حاجه من عندي مش هو اللي دخل موضوع القفا من عنده. اتفضلوا. ايه ده؟ خمره؟ لا، خمره ايه؟ ده مشروب ياباني انا بعمله بنفسي وسميته سوزوكي. يا عم لا سوزوكي ولا داسو، احنا ما بنشربش خمر. ده مجرد مشروب منعش
بقول لك ايه، عايز تجيبنا حاجه ساعه؟ هات. مش عايز يا عم تشكني. ادو انا الياباني ده. ايه ده، هتشربي سوزوكي؟ وفي ايه يا حبيبي، الواحد لازم يجرب كل حاجه. الله، ده لذيذ قوي يا حماده، جرب كده. لا 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 ايه رايك يا حبيبي، لذيذ مش كده؟ ايه ده، ايه ده يا استاذ عبد السلام؟ ورنيش في الاول بس كده، ما بعدين تبقى. اتفضلي يا حبيبي. لا خليني انا الكزوزه. الكزوزه والعشاء هناخدهم في احسن مطعم في البلد، انا حجزت فيه الليله دي لاحلى عروسه والاجمل والارق حما في مصر كلها. مطعم ده ايه؟ هو احنا مش هنتعشى هنا في القصر ده ولا ايه؟ وده معقول برضه، يعني لسه هنطلع السلالم دي تاني وبعد كده ننزل؟ وبعدين معاك يا حبيبي، خليك رياضي النار. اسمحي يا هانم تجبري بخاطري وتاخدي شفطه واحده من السوزوكي بتاعي. انا قلت لحضرتك خليني للكازوزه. شفطه واحده يا هانم هتخليكي ما تحسيش بالسلالم، لا في الطالع ولا في النازل. ان كان كده اخد شفطتين ثلاثه. لا لا في سلام ايه، وحشتنا قوي قوي. ان شاء الله بنشوفك. انا عبد السلام بيت ربيت حضرتك هي. ميرسي مدام. اتفضل. نص عمري قضيته هنا، اما النص الثاني بقى فقضيته هنا. ممكن اولع لو سمحت. هو مش حضرتك متجوز برضه ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ فاهمني يعني. كنت متجوز وتوفت من 15 سنه. ورفضت كل الستات اللي تقدموا لي اللي جم يخطبوني. ومن يوميها وانا عايش على ذكرى ايامها الحلوه الجميله. ونعم الوفاء يا استاذ عبد السلام. ميرسي يا هاني. ماما كمان ما رضيتش تتجوز من يوم ما بابا توفى وانا صغيره، وعاشت علشان العمر ده كله. ونعم الوفاء يا هانم. ميرسي، بس انا مش موافقه على كده، خصوصا بعد ما اتجوزت وهي فضلت لوحدها. وبعدين معاكي يا نوال مش وقت. الاستاذ عبد السلام ما بقاش غريب علينا. غريب؟ غريب ده ايه؟ انا بقيت من العيله خلاص. هو انت بقيت من العيله وبس؟ انت بقيت العيلة كلها. ممكن اولع؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت كل شوية هتقعد تولع لي سجارة وتطفيها؟ هي كان السبيل؟ بصراحة بقى دي حركة مش هي. اصل في واحد صاحبي في وزارة الصحة قال لي يا عبد السلام يا اخويا الوزارة تحذرك من اضرار التدخين. لاني من وقتها اولع السيجارة ولا شدش. تشد ما تشدش، دي صحتك وانت حر فيها. انما اجيب لك علبه كبريت تحطها فيها. كبريت ايه يا احمد بيه؟ الجار من الجار. اسمحيلي اولع. الله الله على الميوزك. انتوا مش ناويين ترقصوا ولا ايه؟ لا احنا بنرقص واحنا قاعدين. اسمحي لي بالرقص. انا متاسف يا استاذ عبد السلام، انا ما بعرفش ارقص. ارقص انا. هلا هلا فيها. ابا We'll be right back.
لا 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 اتاكل كده على طول كراها. اهي دي بقى مزيكا هاديه. بس انا اصلي ماليش في ال ارجوكي اجبري بخاطر راجل وحيد زي حالاتي، خليني احس اني لسه عايش. بس يعني قومي بقى يا ماما. المرة الجاية هتقص معايا انا بقى. شايف حلوين ازاي؟ مش معقولة، انا حاسس ان بين ايديا غزال حلو جميل، بيت مخضر على ارض خضرة لونها بلون الجنة. ارجوك يا استاذ عبد السلام احسن، انا ما سمحتش الكلام ده من ايام المرحوم جوزي. وانا وحياتك يا هاني وحياتك من ايام المرحوم امراتي ما قلتوش. أكيد مراتك كانت سعيدة معك لأنك إنسان لطيف. وأكيد المرحوم جوزي كان سعيد معاكي لأنك ست عظيمة. هما نازلين دش مع بعض بيقولوا إيه؟ إيه رأيك؟ نقوم نرقص وندش زيهم. معرفش، ما تعودش على الرقص من صغري. يا خسارة، وأنا اللي كنت فاكرة بعد الجواز هرقص وأتنطط وأخرج زي ما أنا عايزة. في حما جوزي. الحق أمك يا نوال. إيه في إيه؟ السوزوكي اشتغل. الراجل جنن البيت وامها. اخوانا اخوانا اللي بتعملوه ده غلط. يا راجل يا راجل فرفش واضحك، هات ايدك وتعالى ارقص معانا. هات، انا محامي محترم واعرف القانون، اللي بتعملوه ده مخالف للانضباط. يا سيد يا محترم، دي حديقه عامه، والحديقه العامه معموله عشان الناس تتبسط. ما انت كمان يا حماس يا عمت على عماهم. مش قادر افهم انت مكشر ومبوز ليه؟ اضحك للدنيا خلي الدنيا تضحك لك. امال انت متجوز ليه يا اخي؟ انا شخصيا متجوز علشان استقر في حياتي واخلف لي عيلين يا سيدي ينفعوني لما اكبر. وانا شخصيا متجوزه عشان ارقص واغني وافرح، مش عشان اشيل هم. فرحانه قوي بالبتاع اللي انت نفسها. ايه لاعي ولاعي اللي انت نفسها دي؟ وما قلتليش لا قبل الجواز انك انت بتلبسي ولاعات. وبعدين معاكوا يا ولاد، هو ده وقته؟ غني يا استاذ عبد السلام غني. وانا كنت بغني بقول ايه؟ ليله جميله يا مخلاها فاتت وعمري ما هنساها. خليها تفوت ولا يهمك، انا حاسس ان كل ليالينا هتبقى سعيده بالشكل ده. ليله جميله يا مخلاها. يا عم يا عم بطل غنى وخلينا نروح الست ونروح انا كمان، الدنيا برادت. تاكسي هناك اهو. يلا بينا تاكسي. استاذ احمد نصيحه مني. يا عم اطلع من نفوخي بقى. اطلع من نفوخك ازاي وانا ايه اللي دخلني نفوخك عشان اطلع منه؟ لا انا اسف، انا قصدي يعني اطلع من البتاع دي عشان بيقفلوا البتاع بعد الساعه ما تكون بعد البتاع على طول. لك حق، الوقت متاخر، ناجل الكلام اللي بعدين.
انا مش قادره افهم انت متضايق ليه. انا مش متضايق. امال تعبان وبتنهج ليه؟ بنهج. هي السلالم دي شويه سلالم. امال عبد السلام افندي ما بينهكش ليه؟ عبد السلام افندي متربي على السمن البلدي. ايام ما كان الرطل بقى شساخ وال500 بيضه ببلاش، العماره كانت ب6 جنيه. انا بقى متربي على السمن الهولندي والنباتي. انا لو كنت اعرف ان انا هتجوز اسكن في شقه زي دي كنت وصيت امي تهتم بيا من صغري، لكن اعمل ايه؟ القدر عايز كده بقى. معلش يا حبيبي، بكره اجيب لك شويه فيتامينات. مش عايز زفت. امال عايز ايه؟ انا. طب يلا ننام. كل واحد ينام في حاله، واضح؟ ايوه، اعمل لي فيها عيان بقى. ايه ده؟ وده؟ ودول كمان؟ انهي واحد فيهم كويس؟ كلهم كويسين. خلاص هاتهم كلهم. حضرتك ساكنة هنا؟ ايوه. برضه ساكنة هنا؟ غريبة، ما شفتيش قبل كده. اصل احنا سكان جداد، يا دوب بقالنا كام يوم واخدين الشقة اللي فوق خالص. يا الله يسامحك. بيقولوا صاحب البيت هيشغل الاسانسير قريب. بقاله سنين بيقول الكلام ده. والسكان ما بيشتكوش؟ كل واحد مشغول وبيتكل على التاني. هي دي مشكلتنا. لكن انا جوزي محامي، هخليه يرفع قضية. صحيح محامي؟ محامي قد الدنيا، كل المحاكم بتعمل له حساب. يمكن احتاجه قريب في قضية. تحت امرك في اي وقت وبدون اتعاب. ميرسي. وده معقول؟ طبعا، احنا جيران والجار للجار. طب اتفضلي خدي معايا فنجان شاي. معلش، خليها وقت تاني. على الاقل تستريحي من السلم، ولا انت ما بتحبيش تختلطي بجيرانك. وده معقولة؟ حد برضه يستغنى عن جيرانه؟ ده انت مظبوط. هو حضرتك بترقصي؟ مش شغلتي. الله، الرقص فني جميل، بس في ناس كتير بتظلمه بتصرفاتها. ما دام انت مقتنعه انك صح وماشيه صح ولا يهمك. اتفضلي. وبتشتغلي فين؟ في الهيلتون. تعرفي ان جسمك حلو ينفع في الرقص؟ انا؟ مش معقول، ده انا ما اعرفش اعمل ولا حركه من اللي انتوا بتعملوها. يا ستي كله بالتمرين. بتتكلمي جد؟ يوم ما تنوي خليها عليا انا، اشغلك ومرنك في اسبوع. صباح الخير. صباح النور. انا جارتك ساكنه هنا في العماره. اهلا وسهلا. انا مكسوفه من حضرتك جدا، وخصوصا دي اول مره نتعرف على بعض فيها. لا ابدا، دي فرصه سعيده قوي. اصل البوتاجاز بتاعي خلص، وكلمت المخزن 100 مرة قالوا ما عندناش أنابيب، ولطفي جوزي عامل عزومة لناس أصحابه، قلت أجي أطبخ على البوتاجاز بتاعك هنا. أهلا وسهلا، براحتك. السام يا ريت. عندي من النار يا ستي. طب انزلي جنبي هات السام. هو انا فيا حل السلم يا ستي؟ الاقي عند حضرتك معلقه سمنه؟ جبت البصل والثوم يا بنت؟ نسيت والنبي يا ست. طب انزلي جارية هات البصل والثوم. انا تعبت قوي بقى يا ست. اخ منك. بقول لحضرتك ايه؟ ايوه. بلاقيش عندك شوية بصل وثوم؟ حاضر. يا دي الكسوف، كده من اول مرة اخد من حضرتك البصل والثوم. بسيط، ما حصلش حاجة. وانا متجابرة وزي السكر. جبت يا بنت اللحمه؟ يا دي الحوزه، ده انا نسيت اقول لك ان ثلاجتنا فاضيه، والنهارده الاثنين ما فيش لحمه. انا عندي هنا كيلو ونص تحت امرك. يا دي الكسوف، كده اول مره واخد منك اللحمه.
لكن وحياتك اول ما يفتح الجزار لنا ردهم لك. انا حتى ما بحبش السلف، ما بحبوش، ما بطقوش، ما بستلطفوش. لا معلش، جت سليمة مغلبني والنبي. هو حضرتك عايز شقة للمكان؟ أنا مش عايز شقة، أنا ساكن في الدور الأخير. الفتوح؟ بالظبط. أهلا وسهلا، منور. شكرا. تبي تاخدي بالك منهم شوية لأنهم الظاهر عليهم تشكيل. يا واد أنت وهو. سيب الموز يا بابا، سيب الموز. سيب الموز. طب بتاكل موز بقشره؟ سيب الموز. طب ادوني موزتين، واحده ليا واحده لمراتي. موزتين؟ طب موزه واحده فرقع مراتي. هات موزه. ايه يا واد موزه؟ ايه ده؟ موزه؟ ده في وجع بطنكم. يلا العيال والشباب دول نفسهم فيه. تعالي هنا اهو، تعالي هنا، شغل فوق ده ما يتعملش هنا. انت فاهمة؟ ما دام قعدت على غسيل لازم يطلع زي الفل. ولا ما مالكش دعوة. ها؟ تعالي يا بابا. مالك؟ بنت دماغ. بنت دماغ. مش مهم مالي، المهم الحقيني بالاكل، واقع من الجوع. حبيبي اتصور، ما لحقتش اطبخ. ايه؟ يعني جارتك طلعت لك تاني؟ مش هي يا حبيبي، دول جيران تانيين، بوتاجازهم خلص قاموا جم طبخوا على بوتاجازنا. يعني هم ياكلوا واموت انا من الجوع. احرجت، ما بقتش عارفه اقول ايه. انت بتعملي حاجه زي كده يا نوال؟ كل الناس بتتزنق يا حبيبي. يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ معلش نقضيها باي حاجه، واد احنا معزومين على العشاء بالليل. عبد السلام تاني؟ لا ديدي. ديدي مين؟ ديدي الرقاصه جارتنا في العماره، ست لطيفه قوي. رقاصه؟ ودي عرفتها امتى؟ النهارده عزمتنا على سهره وعشوه بالليل في النايت كلاب اللي بتشتغل فيه. رحمات رحمات من هذا العذاب، عقل مراتي فرقع وداب. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت مودينا على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشرق. انا بشربها مظبوط يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح حجز ومع ناس سيف، نروح على السجن على طول ونخلص. انت مستني يا حاوي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش، انا بقول لك اهو. انت واخد واحد سرق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سرق جوز فراخ ولا نشيله جوز جنيهات؟ انا بقول لك روح احترم نفسك. طب تعالى خش يا غمر. ازيكم يا اوباش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ واوباش؟ دي اوضة رمضان؟ اي فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس من رقابات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حد غير. بعترف. مش ممكن، انتوا اكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة إن المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده أبدا. يا أختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. أنا أقول لي يا جدعان، أنتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس. يا أخويا اختلس ولا ما اختلسش، المهم إن خدهم. بالنساه السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار.
الحمار قال دحذا لحمير. يا اخوانا عيب كده العطرة دي مش معقول. هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم؟ اسكت يا جدع انت اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده وانت تقدر تعمل حاجه؟ علي اعمل عايز افضلكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك اخينا انت. رمضان علي ازيك يا رمضان؟ ازيك انت علي؟ عارف انت انت ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش. هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا تديله الاكل. حاضر يا ستي. هو مسموح له باكل مدني بس امشي انت. روح انت علي روحي وحطي بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ست امشي بقى ما تودينيش في داهيه. الله امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر. اتفضلي يا ست. مع السلامه. وانت حلويت وبقيت ملفوفه كده. اتفضل. سلام يا فندم. اتفضل انت. تعالى هنا انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان. يا رمضان كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقولها بيه. انا فعلا ماشي دغري. عشان كده لما اختلست جبتكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا ام وسين وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا. ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي. انا لا بتحمس كهربائي ولا عقب سجاره. اختلاس واختلاس حقيقي وقوي وواضح وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن كما هو الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عمومي يختلس اموالا او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته. وانت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ لا انا ما قلتلكش. قال ايه يا سيدي؟ كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي. بس حافظ الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس قوي كويس قوي قوي قوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان. طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك العب 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه يلا خلصنا وحياه ابوه. يلا دي القضيه جاهزه وواضحه والزبون مدب ومعترف واحنا جاهزين. احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي لان العمر مش معزاه. وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق عليا. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر؟ افكر في ايه؟ يا سعادة البيت أنا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينة كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي 400,000 جنيه هيطبقوا المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. جنيه زي 1,000 يبقى انسرقت سرقة جمل. شغل بالك أنت على رأي الولية القرشانة بتاعت الكرو. يعني مفيش فايدة في دماغك؟ أنت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس إن إحنا هنجيب الفلوس وساعتها اللي حطوه أبيض ولا أسود وهتتحبس برضه. وما حياة فرص برضو يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي. اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ لا. ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا ما هم دول ليهم اوان تاني خالص ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام والحكم اوام اوام والسجن اوام اوام. عايزين نخلص. الله ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك. اهو تلاقي لك محامي دافع عنك. والله يا سعاده الباشا المساله لا محتاجه محامي ولا غيره. القانون واضح والماده معروفه ومحفوظ.
ان انا بدأ حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصيه، معيش بطاقه، وروني بقى هتعملوا ايه. ولا يمكن حضرتك اهو، لا في بطاقه اهي اهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصوره بتاعتي حلو. طب اتفضل اديها لهم. حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. أي والله. اتفضل انت. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخافش. مع السلامة. أي والله خلي التذكرة مع حد. مع السلامة. السلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. السلام عليكم. راح فين يا فينا؟ خش خش. إيه يا بنات؟ البيه الوكيل هو اللي خرفني. سيبه عسكري. ده حاجة عجيبة. عمرك شفت حرامي بيخرم؟ ده بيبقى قاعدين قاعدين وبيخرج بجفال بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش انت، انا بقى المره. السلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف فيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. ايوان ال انت ايه هربت؟ ايوه هربت، واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي. اوعى تدخل حرامي. حرامي ايه كتكنين؟ احنا ناقصين، هم راضيين حد يسجنوني. يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا علي، في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان. الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ها عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغاية ما حددوا ميعاد الجلسة. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا، انت تعبان. خش يا حبيبي. اهلا وسهلا، خطوة عزيزة. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي. اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك، ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يا عينيا الاثنين، دقيقتين وهحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك، اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا. هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق. هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون. امال كام يا عين امك؟ مفيش والله ما في. هم 400,000 جنيه عمي. عمي؟ عمي ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين. دول يبدوا 4 إمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيشه نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا. ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لنط من الشباك. بايخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنه؟ اكني سافرت اي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين، دول 400,000 جنيه. اموال الدنيا كلها ما تساويش انك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفايه انك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري، الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم انت مش كنت زعلانه ان انا ما عنديش شهاده جامعيه؟ ادينا هجيب لك شهاده جامعيه من جامعه ابو زعب. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه، انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. الا ده احنا نبقى بنهزر بقى يا استا علي، وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص، كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه، انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايفه لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني، الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش، بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز، اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟
خليك واقعية يا علي. من يومين ثلاثة أمك ما كانتش طايقاني، دلوقتي بتقول لي يا ضناي. إحنا في زمن بطاقة الإنسان فلوسه. فلوسه. فلوسه بس يا علي. اسألي الجعان. جبت لك كوسة ورز وفراخ إنما إيه؟ هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كبدي. كبدي. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا، ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي، انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجه، احنا بنعمله في الدره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوت، تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان، واللي باكد لي نظريتي انهم خرجوه كفاله. انا سمعت انه خرج من غير كفاله كمان. رايح فين يا حنيه؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كل لك لقمه. اكل ايه يا ولية؟ ما انا لسه بتغدى. وماله؟ كل كمان، هتنزل على لحم بطنك. تعالى انا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين ايه؟ بس تعالى. نعم، عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما تجيب اشيلهم لك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه؟ وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماتي انزل الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ستي بغنيه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم، انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قومي. زحمطتني. خيرك سابق يا عم رمضان. اتردت لك ان شاء الله في قضيه تمويل. طول عمرك دمك باين عسل. انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك. كتر خيرك يا عم سويلة. بقول لك انا عايزك في كلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي المؤاخذه في دي الكلمه، الناس بتقلب دكاكينها بتعملها السوبر ماركت. فكره حلوه. ها؟ وانا بقى المؤاخذه يعني عايز منك قرشين سلف. هتبقى حلوه وانتبهوا جدعانه. سلف مين يا عم سويلة؟ الله 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 الله، من الهف اللي انت هفه. من الهف اللي انا هفه؟ طب انا هفيت، انت كمان تهف. الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله، صدقه من اللي انت سايقه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من مال الحلال. احنا هنقوم متشكرين قوي على الهديه دي. لا اخويا فيه هديه. لا يا شيخ. يلا مزيكا، يلا امشي بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا. يلا يلا على رايك بلا نيلي. يا ساتر. We'll be right back.
انا همشي من هنا، تعال وراي. السلام عليكم. السلام عليكم. ولابس بنط وجزمه ميري وعايزني معرفكش. قول لي اللي بعتك مفيش فايده، انا مش ههور يمه الفلوس دي نهائي دلوقتي. انت كده بتتعب نفسك على الفاضي يا شاويش. ايه حكايه شاويش دي؟ هو انت لسه ما ترقيتش؟ طب وبعدين؟ هتفضل طول عمرك نفر كده؟ ها؟ ما تقدم شكوى. قدم شكوى عشان يرقوه. ده انت كبرت في السن. اي والله كبرت في السن، صحتك بقت عيبه. ايوه هو انت قادر تقف على حيلك يا راجل؟ زمانك دلوقتي بقى مصولات. ايوه والله العظيم، والله العظيم ثلاثه بقى مصولات. الظلم الظلم وخد حقك. بلد انا لو اقدر اساعدك كنت سعيد، كنت عرفتك سري. بس دي معقوله؟ اضحي ب 400 الف جنيه عشان واحد تافه زيك؟ دي معقوله؟ حقك دي لو حصل وعرفت سري، يوه يوه كان زمانك دلوقتي طالع في الجرايد وبتسلم على المسؤولين ويدوك 2 جنيه مكافاه. انا مش فاهم حاجه. انا بقى فاهم. ايه اللي وقع منك يا دي؟ مش بنفر وجزمه ميري. ده انت بلوه مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده، ما تستقيل. استقيل؟ ايوه استقيل. اشتغل في القنده من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى اكل وتشرب ويدوك في ناخ وانت مروق. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. يا جدع انت عاوز ايه مني؟ مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها، هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني مفيش شيء. حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرا الدرس عندك. يا رمضان. افندم يا سعاده البيه. لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بدي لك فرصه اخيره، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعاده البيه انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمه دي؟ دي قاعده متكلفه برضه. النيابه تحب تضيف شيء؟ النيابه مصممه على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. اود ان اضيف ان موكلي. يا استاذ انا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمه هي اللي انت دابتك للدفاع عنها. ثم ان الحاجات دي كلها ملهاش لازمه. انا راضي بحكم البيه القاضي السكره دي. يلا يا بيه، يلا توصيني 7 سنين ربنا يخليه. اسكت يا رمضان، خلي الاستاذ المحامي يشوف شغله. يا سياده الرئيس، القاعده القانونيه بتقول انا اللي اتكلم وهو اللي يسكت. القضيه قضيتي وجوع حاول ابلع بطوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك، ارجوك ارجوك. انت يا استاذ خليك في حالك واقعد اعمل معروف، سيبني في حالك. اقعد الله لا يسيئك. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشده مع امثاله ليكون عبره لغيره. ايوه ايوه يا بيه، انا عبره لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداوله. رفعت الجلسة. كرم!
فيها يا رمضان؟ ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خساره يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجه. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي؟ ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعمل لي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. احكمها. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رمضان إبراهيم إسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفع الجزاء. يا حرام يا أحلى العالم، أنا بإخلالي رسمي على الجميع. عاش انتصار القانون، عاشت المادة 112 الباب الرابع لقانون العقوبات، عاش القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما تديش دعوة، ما تخافيش عليا، خدي بالك انت من نفسك. استنيني، خدي بالك منها ام علي. فعليا بالعكس يا اخويا ياسين مؤقتا. منين يا حسرة منين؟ مثلك انت. مثلك قلبي معاك يا استاذ رمضان. قلبي قلبك على روحك انت، ما كويس، مش دعوة خالص. يلا يا شاويش. يا زيختي يلا. خش يا مسؤول. الا ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين، يا اوباش، يا زباده المجتمع. اسمك ايه؟ ايه يا ابي؟ مش عاجبك يا؟ الا هو من اولها كده؟ تعال هنا. اجي هنا فين؟ هاتو. الله، بالراحه علينا شويه مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه يا؟ ما ترد يا. انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعه 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو، انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتو. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي، انا بضربك انت. ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معايا. طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ قباب. مين؟ قباب. قباب من امتى؟ انا مولود قباب. مولود قباب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود قباب. الظاهر يا قباب فيه توضيب تاني. فضل اشتباك، فضل اشتباك، فضل يا بو، يلا ارجع
عندي اشتباك. خدني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا رب. ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هما بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنه دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من سيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ ابو اب. ابو اب ايه؟ حد اسمه ابو اب؟